Sleyman, اسمي يسرى، جيت كوميسيون لو كوم فيديو جديد على ميس اكيزيسيون لي بريس كو جيت ابسون بوندون لونتون. جون سوي ديزولي جي با اي لتون لي باش نقرا لي باش نعمل فيديو هيك لحد شيء دونك فوالا. ان شاء الله تنحاول كيفاش ننظم وقتي تل فاسون ديما يبدا فما ان فيديو ان افونس بي ما نطولش عليكم. دونك قلت لكم اليوم باش نعمل لكم فيديو على ميس اكيزيسيون لي بريس. J'en ai acheté pas mal, au fond, ma petite vidéo sur le sujet prochainement, qu'un asthme. Voilà, à vous le petit peu, je suis dit, il y a un moment. Il y a un moment. Et demain, voilà, j'ai dans le site nakra.tn. Site, il est absolument vraiment magnifique. الكونسيبت نتاع تحلسي تلقى لي ليفغ لي موجودين الكل لي بخي نتاعهم قداش تلقى الغزومي نتاع الكتاب تقرا كان عجبتك تحطها في البانيير وتعطي كوموند كيلكو سوا تحب كيلكو تسكن بعيد مش في تونس نجم يبعثيلك ماني باغ رابيد بوست سينو فما دي بوانت ليفغيزون ديزون في تونس ولا في سيلو سيلو ولا بو امبورت وتمشي غاديك تقابلهم يعطيوك الكتاب نتاعك. Donc je suis vraiment satisfaite ou بالحق الكتب en bon état تقرا بلا مثلا هذه حتى الدوم تاع الكتاب مش ملصوص ما يعني من بعد تقرا انا نتصور بالحق il est magnifique او جي كادو من عنده من هو الكتاب هذايا فوالا ميرسي بوكو. فوالا دونك بالحق نحب نقول لهم ميرسي بوكو على الكونسيبت وعلى الفكره وعلى الخدمه اللي خدموا فيها على كل شيء. دونك اول كتاب خديته من عندهم اللي هو ليكتور دو موا دكتوبر اللي هي دو ماري هيغينغز كلارك غير نوفو لا دوسور دو فايي وصلت فيه لهنا كتبكم ما عنديش وقت باش نقرا ما قريتش برشا ديجا بي هو علاش يحكي اون فيت جوست باش نحكي على الريزومي دونك مانيش باش نفزد على حتى حد الكتاب. هو معناها كيفاش مرا رجل حب عملها لا سوربريز خذلها دار الدار هذيا صارت فيها الحكاية انه فما بنية قتلت امها وضربت مع رجل امها ان شاء الله قتلته اخو الرجل ما يعرفش اللي هي البنية الصغيرة هذيك هي بيدها مرته دجا الحكاية هذيا تلقاها من اول القصة دونك كيما قلت لكم هذه ديجا مكتوب في الريزومي. دونك فوالا طفلة قتلت أمها وحاولت تقتل رجل أمها وبدلت ليدونتيتي نتاعها عرست رجع معاها سوبخيز باش خذلها دار. المشكلة أنه من وقتها فما شكون عرفها هي شكون لا بتيت ليزي كما نقولو هما وبداو يصيرو هكا دي مختخ وداي هكا حاجات دونك شنو اللي باش يصير بعد وشكون اللي قاعد يقتل في العباد وهي شنو دخلها في هذا الكل وعلاش ما تحبش تحكي راجلها على ليدونتيتي نتاعها هي شكون وعلاش لو بيغ انكو علاش قتلت امها وعلاش حاولت تقتل رجل امها. دونك السسبانس بالحق فيها سسبانس برشا وماذا بيا ما نوقفش باش نحب نكمل نقرا. هيا ليكريفان يحب يشوفها. دونك فوالا عجبتني الكونسيبت نتاع الحكايه الكل عجبني وكي نكمل ان شاء الله ليكتور في اكتوبر تو نحكيو عليه الكل ونشوفو كل واحد شنو. دونك فوالا دوزيام ليب هو انو نوفا فوا كيما تشوفو لي تان نتاعو بريسك جديد ما في حد شيء ما با تقرا الدون نتاعو لي انتاكت. فوالا هذه يحكي على قصة امرأة اسمها مولي تهمها اللي هي قتلت رجلها قالي وحكم عليها بالحبس وبعد خرجوها غوميز دو بان وبعد مدة تعرفت على واحد وهو زاد مات دونك ولات سوسبكت مرة أخرى. دونك لقات الحل الوحيد اللي عندها سكو هي تثبت براءتها واللي هي راهي ما قتلتش. دونك نصورها سوسبانس تحفونا ومتوقع باش نقراها بروشينمون ان شاء الله. تخوازيام ليفغ زادا نتاع نفس ليكريفان دون لا ري او في سيل كو جان هاذيا زادا دار لقاو فيها برشا ديسكوليت نتاع بنات ماتو ابخي هكا مدة جات هاذيا اون جون افوكات نيويوركيز باش تسكن في دار هاذيا اللي هي دار نتاع لي زونسيتخ نتاعها اللي لقاتهم ديجا ميتين البنات هاذيا في الدار هاذيا.
du coup تلقى روحها هي بيدها معناها سيبل العتيو هذا يعني صغير اللي هي زاد يحب يقتلها هي دونك نصورها زاد كيما كيما لي زوطخ ليفر نصورها هكا سسبانس ونعطيكم رأيي ان شاء الله كي نقراها هذايا الكتاب اللي عطاو لي كادو اللي تو نوف زاد هو زاد هذايا راهو جوست من ساكي خاطري حطيت كان في ساكي نفس الشوية مال مي بون حسب ما فهمت زاد من الرزومي نتاعهم هي هما في 5 ريسي وحاطينهم معناها 5 ريسي اي توت لا جام دو سسبونس اي دو لا تيرور بار ماري هيغنس كلارك لوتور دو لا نوي دو رانا غران بري دو ليتيراتور بوليسيير دونك كان وقتها كم 5 ريسي ملمومين الكل مع بعضهم على هذه ليدي مارغريت هي مرا Elle était décapitée puis قبل وقاعدين يقراو جروب على الحكايه نتاعها هذه نتاع المراه هذه في كامبوس ودوكو يلقاو فاماتور يحب يعمل معناها يقتل بنات لا ميم مانيير حسب ما فهمت دونك فوالا تزال نقرا عندكم على الراي بروشينمون ان شاء الله انسيت شري بيس على فيو نصور العبيد كل تعرفهم بس سيليا آيان أم ما تعرف الفيلم اللي هي مرأة رجلها ميت وكل مرة تجيها جواب من رجلها تل فاشون كيفاش يخليها تتعلم باش تعيش من بعده أنا حبيت الفيلم على الأخر وبكيت فيها على الأخر دونك نصور امبوسيبل باش نحبش الكتاب ديجا نصور روحي باش نحب الكتاب أكثر من الفيلم دونك متحمسة باش نقراها إن شاء الله أنسيت شريت دوما تاع غيوم ميسو Mon écrivain préféré. Comment aller chez lui, mon écrivain préféré. Donc voilà, l'arcade est à la Emma. Elle est riche à New York, en même temps qu'elle a 15 ans, où elle est l'homme de sa vie. Où Mathieu est riche à Boston, où Marthe met tout le rabbi Bento Serra. Tarf à l'internet, où elle est capable, du coup. تفهموا على وقت بلاصة معينة ما يصف كي مشيو نفس البلاصة ونفس الوقت وما لقاوش بعضهم علاش شكون اللي كذب على شكون شنو اللي صار بالضبط كيما قال هو جد مانسونج فانتازم دو لا مانيبيلاسيون دو لوتر فيكتيم دون رياليتي كي لي ديباس ماتيو اي ايما فون رابيدمون سو روند كونت كي نو ساجي با دان سامبل رونديفو مانكي دونك شنو اللي فما معناها دي هكا دي باساج صغار très astucieusement écrit, chapeau, grand plaisir de lecture, réécrit par Michael Field au fil de la nuit, un thriller psychologique impossible à lâcher, réécrit par Philippe Vallée de France Info. Donc, on a déjà un peu de Guillaume sur le code, donc impossible à lâcher, je ne prends pas bouche. Ensuite, pas mal de Guillaume, c'est le démon dans ma peau de Jim Thompson. Elle est à trouver les Khaled Resley. Je la remercie énormément. C'est The Killer Inside Me. Il y a la qui est Boulis, il est shérif adjoint de la ville de Central City. C'est Loafer, mais il est un tueur, psychopathe, viol qui aime battre les femmes, un monstre sans conscience. Mais sauf que nous ce qu'on t'a dit, moi déjà tant qu'à profil par les tueurs en série ou voilà les psychopathes, encore moi je voulais me donner ce qu'on est comme gentil ou malin en tant que dimanche les côtés psychologiques disons mais les thrillers ou les suspens donc c'est pas un problème quand même j'aime j'analyse le personnage ta la personnalité ta les tueurs aller sur le yachtlo je vois le profil de ham qui m'occupe comme ta cas généralement mahbub mené c'est le gentil le cas qui d'une manière libre mais t'as dima t'as le cas qui est sur ou la chose c'est un choc qui a fait ou qui معناها فيولون بالفاسون هذايا مي بون جاي زادا باش نقراه فما زادا هذايا كتاب
بعد كل مسيلة في الكلية شوية كنت أنا هذا الوحيد اللي حاب تقولي على اسمه اللي كان قالتهم ليش هذا سلفته لي صاحبتي أميرة ما زلت ما قلتوش حتى نحب نقرأ الكوبي اللي بعت لي مسيلة زاد نتاقيو ميشو لا فيل دو بابي اللي هو ان اكريفان عنده سيمتوم تاع لا في بلونش ما نجمش يكتب هو الكوليك نهار من نهار تخرج البنايه تقطر من الماء بالماء يقول لها انت شكون تقول له انا بلي لي روين تاع الكتاب نتاعك وجيت باش نعاونك باش تخرج من الازمه نتاعك باش ترجع تكتب دونك الحكايه نتاع سيل كيفاش بيرسوناج تطلع بالحق الحكايه ما جات باش نقرا وحسب ما نعرف هكا ميسيو كيفاش يكتب نتصور فهمت انا شنو الحكايه كي نقرا نقول لكم اسكو الحكايه انا فهمت اسكو صحيحه ولا لا دونك كيما قلت لكم هذيك تبي اميره تكتب لي انا وان شاء الله كي يجيني الكولي سواب تاع وسيله باش نعمل عليه فيديو بالطبيعه راه نحكي عليه ما بخلي الكتاب هذايا دونك فوالا رجع لبلاصتك صحيت باهي وهذه ما توا اربع كتب خديتهم من عندي دي بوكينيست في تونس ب 2000 فرانك الكتاب مش غالي مي بون هذه انيفير دو تورمونت دو دومينيك ديمرز هذه يحكي لو ريسي فيبرون دون جون ادوليسونت كي ترافيرس ترو رابيدمون لي كرون ايتاب دو لا في لامور لا ماتيرنيتي لو دو ان كرون كرو دو دومينيك ديمرز كيما منعرفش اللي يعرفني يعرفني نحب ديما نتبع بيرسوناج من هي صغيرة اللي تكبر دونك نتصور روحي باش نحب الكتاب هذايا تاع ديجا عملو فيلم كنتش نتفرج فيه بعد قلتلي خليني نقرا الكتاب قبل خير تنحط لكم اللين تاع الفيلم اللي يحب يتفرج فيه مي بون نتصور القصة تحفونا مون بخومي ستيفن كينغ لا بار دي تينيب نحبش كي هورور و سوسبانس و ثريلر و الكل دونك جايات باش نقرا هذايا يحكي على لفنيرال دو جورج ستارك avait été digne de lui. Toute la presse en avait parlé, comme elle avait toujours parlé de sa vie d'écrivain célèbre. Sauf que George Stark, il est réellement, son nom est Beaumont.